لولا انا عارف انك صحيح. يا سيدي صحيح. عندي كلام مهم جدا عايز اقوله لك بخصوص موضوع حماية والورطه اللي انت متورطاها مع شله الانس دول اللي هيودونا كلنا في 60 داهيه ان شاء الله. كلام ايه؟ دلوقتي انا قعدت اذاكر في كتب القانون لحد ما وصلت للفكره اللي انا هقولها لك دلوقتي، بس عايزك كنت بتسمعيها تسمعيها بمنتهى الهدوء، ها، من غير لا عواطف ولا حتى عصبيه. طيب قول. تمام. دلوقتي لو في اب سرق واستولى على ثروه، يعني عمل سطوه على بنك مثلا، الاب ده لو مات من غير ما يتحاكم او يتبت في امره باي حكم نهائي، الحكومه ملهاش عنده اي حاجه. فهماني ولا شرح؟ والله يا ريت تشرح تاني. واختصر لك السكه. دلوقتي حكايه حمايه سليم الراوي والجماعه اللي معاه دول لو اتكشفت واتعرفت واتفضحت وصدر ضدهم حكم قضائي، هتصدر كل اموالهم وممتلكاتهم وكل ما دي متحصله عليه. الاستثناء الوحيد من العقوبه دي ان لو حد من المتهمين دول مات أهو اللي هيموت ده بقى هتبقى انقضت بالنسبة له الدعوة الجنائية وعياله هيزغرطوا. قوليلي ليه؟ لأنهم هيتمتعوا بكل أملاكه وكل قرش هو سابهولهم. اللي عايشين بس هما اللي هيخشوا السجن، وده أولاً. ثانياً كل أملاكهم وممتلكاتهم بخطارت. وأنت قصدك يعني إن لو بعد الشهر بابا مات القانون ما يقدرش يجي ناحيه ميراثي ولا جنيه تخسريه؟ الارصده اللي في البنك والجاليري والعزبه وبقيه الاملاك كله بتاعك وتعيشي ملكه وانت حاطه رجل على رجل. انا يعني عشان اعيش لازم بابا يموت. هنا بقى يجي الكلام. الامر امر الله. احنا ما فيش في ايدينا حاجه نعملها. وبعدين بلاش نضحك على روحنا اكتر من كده. ابوك يا حبيبتي عايش على أجهزة تنفس صناعي، يعني لو اتشالت عنه هو مش هيعرف يكمل. هو فعلا الدكاترة قالوا إن حالته سيئة جدا بس مستقر. هو برضه الأمل ضعيف بس في الآخر هو أمل. دكاترة إيه؟ كل اللي يهم الدكاترة والمستشفيات الفلوس وخلاص. عداد وعمال يعد وكله على الزبون ومستعدين يسيبوه كده مليون سنة طول ما الفواتير بتدفع. أبوك يا حبيبتي ميت إكلينيكياً. طب أنت إيه رأيك يا حبيبي؟ قلت لي كده إيه اللي في دماغك؟ والله أنا رأيي عشان تنجب روحك يعني وفي سبيل مصلحتك طبعاً، إن أبوكي لازم يقابل وجه كريمه بسرعة. مرة أنا سبتك تكمل كلامك عشان أعرف نيتك الزبالة. اطلع بره يا قطه خلي الله. اللي انت بتعمليه ده؟ انت مش طلبت مني المشكوره؟ انا بقولك على الكلام العملي والصح، انت بتعملي كده ليه؟ طب قوم، والله ما ادعيت فيها. انا مش هاجيك فيها اساسا، اشبعي بيها، انا هروح اقعد في المكتب. يلا في 60 داهيه، وبعدين اوعى تنسى ان المكتب اللي انت بتتكلم عنه كل فخر وانا على ده ابويا هو